السلام عليكم طلاب الصف الأول الثانوي، معكم يسو جميل. إن شاء الله النهاردة نكمل مع بعض الوحدة الأولى اللي هي بعنوان لوكليب دوماكلاس، وعرفنا لوكليب دوماكلاس يعني مجموعة الفصل. هنشوف فيها الدوس الأول. الدوس الأول بعنوان سوبريزونتي. سوبريزونتي معناها تقدم نفسك، يعني هنشوف إزاي بتقدر تقدم نفسك بالفرنساوي. عامة الوحدة زي ما احنا عارفين كل وحدة فيها 3 دروس. النهاردة هنشوف مع بعض الدوس الأول. الدوس الأول المفروض لما نخلصه نبقى عارفين الحاجات دي. أول حاجة سوبريزونتي، إزاي تقدم نفسك. تاني حاجة ليمو انتروجاتيف كومون كيل وو، اللي هي كلمات الاستفهام أو أدوات الاستفهام اللي هي كومون وكيل وو، تعرف مع هنعرف معانيها ونشوف إزاي بنستخدمها. تالت حاجة savoir les noms et les adjectifs des couleurs، معرفة أسماء وصفات الألوان. بعدين les nombres de 0 à 50، هنعرف الأعداد من 0 ل 50. عندنا كمان les verbes s'appeler و avoir و aimer و habiter، الأربع أفعال دولت هنشوف إزاي بنصرفهم وإزاي بنستخدمهم. في النهاية عندنا les pronoms personnels du sujet، اللي هي ضمائر الشخصية الخاصة بالفعل. احنا خدنا الضمائر الشخصية الخاصة بالفعل، وشفنا كمان ازاي بنصرف الافعال في المجموعة الاولى، يعني المفروض ان الافعال دي مش هيبقى عندنا فيها مشكلة ان شاء الله. هيبقى فاضل لنا بس في الدوس ده ان احنا نعرف استخدام الافعال دي، ونعرف الاعداد من 0 ل 50 والالوان، ده بس اللي موجود لنا في الدوس ده. النهارده بقى هنبتدي ان شاء الله مع الفوكابيلير، مع الكلمات الخاصة بالدوس ده. في البداية عندنا النو ماسكولان، الاسماء المذكرة. كالعادة هقرا الكلمة الفرنساوي وانت تابع المعنى. أول كلمة un professeur، un professeur، un élève، un élève، un garçon، un garçon، un camarade، un camarade، un frère، un frère، un lycéen، un lycéen، un jeune، un jeune، un sport، un sport، un chiffre، un chiffre، un nombre، un nombre، un personnage، un personnage، un jeu، un jeu، un cahier، un cahier، un âge، un âge، un nom، un nom، un prénom، un prénom. دي كده اللي هي النو ماسكولان او الاسماء المذكره، المفروض نحفظها كويس. بعد كده النو فيمينا، الاسماء المؤنثه. une fille، une fille، une camarade، une camarade. هنلاحظ حاجه ان كلمه camarade هي نفسها في المذكر بس بيختلف الاداء بس، فناخد بالنا من الجزئيه دي. تمام؟ هي كمان كلمة إليف، إين إليف، إين إليف، إين سير، إين سير، إين لسيان، إين لسيان، إين كولير، إين كولير، إين بارتي، إين بارتي، إين فلاش، إين فلاش، إين étiquette، une étiquette، une ville، une ville، une rencontre، une palette، une lettre، une BD. الBD ده اختصار لكلمة bande dessinée اللي هي قصة مصورة. يبقى إين بي دي أو إين باند ديسيني. باند ديسيني خدنا حرف البي وحرف الدي وعملنا منهم الاختصار ده، والاختصار دايما بيبقى ماجيسكيل يعني كابيتال. تمام؟ هتلاقيها في الكتاب مكتوبة في الامتحان بالشكل ده أو بالشكل ده. بعد كده إين أدغاس، إين أدغاس. بعد كده عندنا الفيرب الأفعال، دوني donner، trouver، trouver، entendre، entendre، s'appeler، s'appeler، demander، demander،
aimer, identifier, remercier, répondre, indiquer, se présenter, avoir, habiter. طبعا دي زي احنا ملاحظين كل معظمها افعال مجموعه اولى منتهيه بالاو ار، واحنا شفنا ازاي نصرف افعال المجموعه الاولى. تمام، نكمل مع بعض نشوف الادجكتيف الصفات والادفيرب اللي هي الحال او الظروف والاكسبريسيون اللي هي التعبيرات. اول كلمه انشونتي، انشونتي دي اللي هي تشرفنا، يعني لما حد يتعرف على حد فتقول له تشرفنا بالفرنساوي اللي هي انشونتي. لو انت بنت اللي بتتكلمي هتزودي حرف الاو عشان تبقى مؤنث. تمام، يبقى انشونتي. بعدين بريفيري، بريفيري، بوي، بوي، ان شيفر، ان شيفر، ان لتر، ان لتر، شاك، شاك، اليد دو، سانفورمي سور، سانفورمي سور. هنا كلمة سير بمعنى على، فهنا سانفورمي سور يعني يستعلم عن أو يستعلم على. تمام، يبقى سير بمعنى على، سانفورمي سور يستعلم عن أو يستعلم على. بعدين عندنا سور لوشات، لشات، سور لوشات اللي هو على الشات أو على الدوشة بتاعت النت. وناخد بالنا إن كلمة شات اللي هي الكلمة دي اللي هي نفسها كلمة شار من غير حرف التي، تبقى بمعنى قط، انما بالتي اللي هي شات هيبقى بمعنى اللي هو الشات بتاع النت. ناخد بالنا من دي. وكده تبقى حصه النهارده خلصت، شفنا الكلمات الخاصه بالدوس الاول المفروض نحفظها كويس، وان شاء الله الحصه الجايه ندخل في الجوامع والخاص بالدوس الاول. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.